جون ألدريدج نجم ايرلندا ونجم ليفربول السابق هيكون ضيفنا في السادسه، ولكن بعد ما نفكركم بيه ونشوف ويلكم كليب لجون ألدريدج. جون ألدريدج نجم الكرة الأيرلندية وهداف ليفربول في نهاية الثمانينات هضيفنا في السادسة. بداية طبعا بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة. Okay, thank you. شكرا شكرا جزيلا لكم. جون ألدريدج بداية يهمني أسمع رأيك، وأنت كنت واحد من نجوم ليفربول الكبار والتاريخيين، وخصوصا ليفربول يمكن يكون اكثر الانديه تاثرا بالتجربه السعوديه وانتقال نجوم اوروبا للكره السعوديه. ازاي بتشوف قصه اهتمام السعوديه بنجوم الكبار، وازاي بتشوف قصه انتقال ثلاثه من اهم نجوم ليفربول في الموسم الاخير للعب لصالح الانديه السعوديه؟ اعتقد ان الامر خاص بليفربول، اعتقد ان الامر مؤثر جدا. هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت من اهم الثلاث لاعبين في ليفربول في اخر سنوات، اعتقد ان الامر جيد للكره السعوديه، واعتقد انه جيد لليفربول ايضا للاعتماد على اللاعبين الشباب في الفتره القادمه. لدينا الان وخصوصا سيظهر اكثر محمد صلاح بجانب اللاعبين الشباب. رايك ايه في قصه العرض اللي قدم لمحمد صلاح للانتقال لاحد الانديه السعوديه، وازاي شفت تعامل صلاح مع العرض ده ورفضه ليه وقراره بالاستمرار في الانفيلد والبقاء مع ليفربول؟ نعم، صلاح الامر ليس غريبا على محمد صلاح، هذا معتاد على محمد صلاح، هذه عقليه محمد صلاح. اعتقد ان محمد صلاح لديه المزيد ليضيفه لليفربول. معظم الناس الان يتوقعون لمحمد صلاح الاستمرار وان ينهي مسيرته مع ليفربول. اعتقد ان الامر ان هذا لن يحدث الان، ان ينتقل محمد صلاح من ليفربول. رأيك في قدرة ليفربول، واحد طبعا استمرار النجم المصري محمد صلاح، اثنين بقاء يورجن كلوب، قدرة ليفربول على استعادة مستواه بعد موسم يمكن ما كانش ليفربول في أحسن مستوياته، قدرته على المنافسة على البطولات الكبرى في الموسم المقبل؟ ما تراه الآن هو ما يحدث. الأمر اعتقد ان المزيد من ان النادي يحتاج مزيد من اللاعبين. الامر ليس فقط خاص بالمدير الفني، والامر خاص بحاله الفريق ككل. اعتقد نعم الفريق قادر على العوده مره اخرى. اعتقد ان يوجد امكانيه كبيره لعوده ليفربول لمنصه التتويج. رحيل اكثر من نجم، يمكن الموسم اللي فات رحل ساديو ماني، السنه دي بيرحل فابينيو، فيرمينيو، جوردن هندرسون. ازاي بتشوف تأثير الرحيل النجوم دول على قدرة ليفربول على المنافسة، ورأيك أيضا في التعاقدات اللي أبرمتها إدارة ليفربول في الموسم الحالي؟ نتكلم طبعا على التعاقد مع ماك أليستر، والتعاقد أيضا مع النجم المجري سوبوسلاي. حسنا، هكذا هو الأمر. كل موسم انتقالات نرى من 6 لـ7 لاعبين خارج وداخل النادي، هذه طبيعة انتقالات ليفربول. ولكن لاعب كماكاليستر أنا أحبه كثيرا، أنا أعتقد أن سيحدث فارقا مع الفريق. هو لاعب جيد جدا، ولكن ليفربول يحتاج إلى لاعب خط وسط مدافع آخر بجانب ماكاليستر.
صلاح بدأ الحقيقة بشكل أكتر من رائع مع ليفربول في أول ثلاث مواسم، وقدر يحقق معاهم البريمير ليج، وقدر يحقق معاهم لقب الشامبيونز ليج، وقدر يكون هداف أساساً لمسابقة بريمير ليج لثلاث مواسم متتالية. وانت كنت واحد طبعا من هدافين ليفربول يمكن في الفتره اللي انت لعبت فيها معاهم، رايك في قدره صلاح على استعاده مكانته كهداف للبريمير ليج؟ هل بتشوف انه قادر يعمل ده، ولا طريقه لعب او تغير طريقه لعب يورجن كلوب هتاثر بشكل كبير على فرص صلاح في المنافسه على لقب الهداف، وخصوصا طبعا مع وجود هالاند؟ صعب، الامر صعب. من الممكن نعم، ولكن اعتقد ان طريقه لعب مانشستر سيتي تتيح للمهاجم فرصه اكبر عكس طريقه ليفربول، فمحمد صلاح سيواجه صعوبه خاصه بطريقه اللعب. هو اذا كان مع مانشستر سيتي سيكون امام المرمى بشكل مباشر، واذا كان مهاجما فسيكون الامر اسهل لإيرلينغ هالاند لمهاجم لمانشستر سيتي، ولكن هي الامر يعتمد على طريقه لعب ليفربول. محمد صلاح نعم لاعب رائع بالفعل، ولا نستطيع ان نتوقع ماذا سيقدم، ولكن انا متاكد انه سيعود لقائمه هدافي البريمير ليج مره اخرى. هل الصفقات اللي ابرمتها اداره ليفر تكفي من وجهه نظرك، ولا ما زال ليفربول في حاجه الى صفقات اخرى كواليتي لاعبين على مستوى اعلى عشان يقدر يكون عنده القدره على المنافسه سواء في الدوري الانجليزي او في الدوري الاوروبي او اليوروبا ليج؟ بالنسبه لي فقط لاعب خط وسط مدافع، لاعب خط وسط فقط بالنسبه لي بجانب ماكاليستر وسوبوسلاي. أعتقد أن هذا سيكون مهما للفريق إذا أردت تبادل أدوار بين كلا اللاعبين بأدوار دفاعية أكثر من ماكاليستر الذي يتحلى بأدوار هجومية، سيكون الأمر أفضل. كنت مع أو ضد بقاء يورجن كلوب واستمراره مع ليفربول؟ لا نعم، كنت مع طبعا. هو واحد من أفضل المدربين في العالم، من أكثر المدربين خبرة بالدوري الإنجليزي لسنوات عديدة الآن. لا أستطيع أن أتخيل ليفربول في بفترة مختلفة عن فترة يورجن كلوب. الموسم الأخير كانت المنافسة واضحة وصريحة على لقب بطولة الدوري بين السيتي والأرسنال، وكان من بعيد يمكن نيوكاسل ومانشستر يونايتد. هل تتوقع أن المعادلة تختلف السنة دي، وانه ليفربول عنده القدره على المنافسه على لقب البريمير ليج؟ نعم، اعتقد ان العام القادم سيكون سيكون المنافسه الاكبر مانشستر سيتي، ليفربول سيكون منافسا قويا، تشيلسي سيكون منافسا قويا، ارسنال سيتحسن، نيوكاسل سيتحسن، مانشستر يونايتد اعتقد انه سيكون في نفس المستوى. اعتقد المنافسه صعبه. فرص ليفربول في طبعا هو هيشارك السنه دي، مش هيشارك في دوري الابطال او مش هيشارك في الشامبيونز ليج، لكنه هيشارك في الدوري الاوروبي اليوروبا ليج، رايك في قدرته على تحقيق اللقب؟ نعم ليفربول دائما لديه القدرة على الفوز. ستكون تجربة رائعة أن يفوز ليفربول باليوروبا ليج. سيكون صعبا، يوجد منافسة قوية، ستكون منافسة صعبة مع باقي الأندية الأوروبية، ولكن ليفربول هو أحد الأندية المفضلة للفوز بالبطولات. هل بتشوف أنه عنصر الخبرة قل بشكل كبير مع رحيل القوام الاساسي او اللعيبه اللي كانت اعمده اساسيه في الفريق زي ساديو ماني، زي روبرتو فيرمينيو، زي فابينيو، زي جوردن هاندرسون كابتن الفريق السابق طبعا؟ هل بتشوف ان ده ممكن ياثر على خبرات الفريق، خصوصا لما نتكلم على المشاركه في بطوله اوروبيه؟ نعم اعتقد ان، ولكن اعتقد ان الفريق الان لديه خبره كافيه، لدينا فان دايك، لدينا الكسندر ارنولد، ماكاليستر طبعا لديه خبره كبيره، محمد صلاح لاعب ذو خبره،
جوتا ايضا بالنسبه لي اعتقد ان الفريق محاط باللاعبين ذوي الخبره، اعتقد انه لن يفتقد هذا العامل. توقعاتك للموسم المقبل بالنسبه للفريق او الشكل الجديد اللي هيظهر بيه ليفربول، مين ممكن تراهن عليه وخصوصا من الاسماء اللي انضمت سواء حديثا صفقتين اللي ابرمتهم اداره ليفربول او من الصفقات اللي يعني اتعملت قبل كده زي كودي جاكبو الهولندي الدولي زي لويس دياز، مين تتوقع انه يكون ليه دور مهم او مؤثر مع الفريق؟ اعتقد انه سيكون محمد صلاح على وجه العموم. محمد صلاح هو الافضل في السنوات الماضيه وسيكون الافضل في الموسم المقبل. هو يبدو وكانه يريد ان يحصد كل شيء مع الفريق، يعمل بجد ويبذل قصارى جهده مع الفريق، هو يحصل على مبتغاه في نهايه الامر. لو سألتك عن توقعاتك لنسخة اليورو 2024 اللي هتقام وتستضيفها ألمانيا، أبرز المنتخبات من وجهة نظرك طبعا للمنافسة، مش هقول مين اللي يفوز باللقب لكن أبرز المنتخبات اللي ترشحها لتحقيق اللقب. أعتقد أن طالما منتخب بلادي بعيد عن المنافسة فأعتقد أني لن أستطيع أن أتحدث عن اليورو. بمناسبة منتخب بلادك، أنت يمكن شاركت مع منتخب أيرلندا في بطولة كأس العالم 94 أنا فاكر، يمكن وكان ليك واقعة شهيرة جدا أثارت حالة جدل تغيير لمنتخب أيرلندا، كنت واحد من الأسماء اللي هتدخل أرضية الملعب وحصل يعني مش عارف اشتباك مشكلة بينك وبين حكم المباراة، ولكنك نزلت في الوقت ده وقدرت تتغير انت والزميل بتاعك، التبديلين اللي نزلوا في التوقيت ده قدرتوا تغيروا من سيناريو المباراه. فاكر القصه او فاكر الواقعه دي؟ نعم بالطبع كانوا لا يريدون ان يشركوني في ملعب المباراه. انا اردت ان اشترك، كان يفترض ان اشترك مع جيسون ماكاتير والحكم قرر ان الا يجعلني انزل وكنت غاضبا كثيرا وقام بالعراك مع دكه البدلاء، ولكني نزلت وجيسون صنع لي الهدف واحرزت هدفا امام المكسيك في دور المجموعات، وكان هدفا طائرا، كان هدفا جيدا لي، ولكن كانت نهايه سعيده فقد تاهلنا. اعتقد ان هذا كان امرا صعبا علي وعلى جيسون بالتاكيد. خليني اسالك، بعد فتره طويله جدا عاش فيها العالم كله فتره او مرحله ليو ميسي في مواجهة كريستيانو رونالدو، الاثنين يمكن ابتعدوا عن المشهد بصورة كبيرة، انتقال ميسي للولايات المتحدة وانتقال رونالدو للسعودية، مين هي النجوم الأبرز أو النجوم القادمة اللي هتتنافس على لقب الأفضل في العالم من وجهة نظر جون ألدريدج؟ أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ بالطبع، أعتقد أنه لا يعوض. أعتقد أن لدينا لاعبين كثر جيدين، ولكن ميسي ورونالدو لا يعوضون، وإن كنت أفضل ميسي أعتقد أن إمبابي هو سيكون نجم المرحلة الفترة القادمة. أنت لعبت في زمن كان طبعا الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في الملاعب، والمقارنة دائما حاضرة بما أنك أنت زملت أو لعبت في نفس التوقيت اللي لعب فيه مارادونا وفي نفس الوقت تابعت أكيد طبعا مشوار ميسي، مين الأفضل فيهم ميسي ولا مارادونا؟ سؤال صعب، لكن مارادونا الأفضل، هو بيلي ومن ثم مارادونا وميسي رقم 3 ومحمد صلاح رقم 4. بمناسبة ليفربول خليني أختم معك بالسؤال ده، في الوقت اللي أنت كنت بتلعب فيه أو الفترة اللي أنت كنت بتلعب فيها سواء في ليفربول في الدوري الإنجليزي أو في العالم كله كانت المهارة محل تقدير كبير جدا، وكان في عدد كبير جدا من كل الجنسيات الحقيقة نجوم كبار على أعلى مستوى، ليه اختلفت أو إيه الاختلاف من وجهة نظرك بين الكرة في الفترة اللي أنت كنت موجود فيها في الملاعب والكرة اللي احنا بنشوفها النهاردة؟ أعتقد أن طبيعة اللاعبين وطبيعة الناس الآن
probably cheat a lot. تحب in our day we didn't cheat. We تحب طور المباراة أن يكون سريعا وأن يكون الأمر جماعيا أكثر. الكرة الآن أسرع من ذي قبل. ولكن في الماضي لم تكن بنفس السرعة. كان اللعب فرديا أكثر. أنا من وجهة نظري أفضل الكرة القديمة. كنا نمارس كرة قدم عظيمة من وجهة نظري. جون ألدريدج استمتعت بوجودك معنا في السادسة، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا واحد من أهم نجوم الكرة الأيرلندية على مدار تاريخها، واحد من أهم نجوم ليفربول، كل الشكر ليك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، وكل التوفيق لليفر اللي أصبح ليه قاعدة كبيرة جدا عندنا من الجماهيرية والمتابعة بفضل المو النجم المصري إيجيبشن كينج زي ما بيسموه في إنجلترا محمد صلاح. فاصل ونرجع نتكلم في موضوعات كتير الحقيقة، عندي أكتر من ملف حابب أطرحه مع نجمنا النهاردة اللي بيشرفنا النجم الكبير كابتن عمرو الحديدي، هيكون ضيف عليا في السادسة، بس خلينا نستقبله وبعد كده نفتح الملفات ونتكلم في موضوعاتنا.